وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. في ظل التلوث الرهيب الذي يشهده كوكب الأرض، ينذر العلماء بخطورة هذا التلوث على نوعية الأمطار، ويقولون بأن مياه الأمطار كانت نقية قبل عدة قرون، أما هي اليوم فغالباً ما تكون ملوثة بحمض الكبريت، ويسمونها الأمطار الحامضية. ويقولون إذا زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو عن حدود معينة فإنه سيلوث ماء المطر، وسوف يضر هذا الماء بالتراب فيكون سبباً في فساد التربة بدلاً من أن يكون غذاءً للنباتات والأشجار. وربما نجد لمحة إعجازية في حديث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. فكيف يمكن أن نتصور ذلك؟ وكيف يمكن أن نتخيل أن هناك مياه تتساقط وتنزل من السماء على الأرض، والأرض لا تنبت ولا تستفيد شيئا من هذه المياه؟ إن هذا هو ما يحذر منه علماء البيئة، ويقولون إن الارتفاع في نسب التلوث زاد إلى حدود كبيرة لم نعهدها من قبل، وأن الأرض فقدت التوازن الذي كانت عليه. وهنا نتذكر قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حدثنا الله تبارك وتعالى عن هذا الفساد البيئي الذي ظهر حديثا على الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. يقول العلماء: إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تدفق لهذه الملوثات ومن إفساد للبيئة، وهو ما يحدث بسبب الحروب والكوارث التي يصنعها الإنسان، وبسبب آلاف الأطنان من الملوثات التي يقذف بها في الجو كل يوم هذا الإنسان، وبسبب النفايات النووية وغير ذلك، يقولون سوف يتم تلويث المطر أيضاً، وسوف تختل دورة الماء على الأرض، وأن هذه البحار والأنهار يتبخر منها الماء ويصعد ويتكثف على هذه الغيوم. إن الله تبارك وتعالى أرسل الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الرياح تسوق هذه الجزيئات من بخار الماء والمتبخرة من سطح البحار وترفعها إلى الأعلى، وتتكثف حول ما يسمونه نويات التكثف، وهي عبارة عن جزيئات صغيرة جدا من الملح والغبار والدخان وغير ذلك، معلقة بشكل دائم في الهواء. عندما تتكثف هذه المياه وتصبح على شكل غيوم، فإنها تتأثر بالملوثات الموجودة في الجو والتي تحملها الرياح. فالجو عندما تزداد نسبة أكسيد الكربون، وتزداد نسبة مركبات الرصاص السامة والخطيرة جدا، وتزداد نسبة المركبات الكبريتية السامة، ماذا يحدث؟ الذي يحدث أن بخار الماء هذا يتكثف حول هذه الملوثات وتتشكل بالأمطار الحامضية، وهي أمطار مليئة بعنصر الكبريت، ومليئة بالمركبات الرصاصية، ومليئة بالملوثات على أنواعها. وهذه الملوثات عندما تزيد عن نسبة معينة، ماذا يحدث؟ يحدث أن الأرض عندما تمتص هذه المياه فإن النبات يصبح غير قادر على استخلاص الماء من هذه الملوثات، أي أن النبات سوف يمتص الماء مع ما يحويه من ملوثات. وطبعا نحن اليوم نعلم أن الماء الذي ينزل من السماء فيه شيء من التلوث وفيه شيء من هذه الملوثات، ولكن النسبة لا تزال قليلة، نسبة ليست كبيرة، ولكن بعد فترة ومن علامات الساعة كما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام سوف يحدث هذا التلوث الكبير الذي ينذر به العلماء هذا اليوم، وسوف تصبح الأمطار حامضية لدرجة كبيرة حتى أنها تتلف النباتات، ويتحقق الوعد النبوي عندما قال: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. هذا دليل مادي من النبي عليه الصلاة والسلام، وإشارة ملموسة إلى اقتراب يوم القيامة وإلى صدق أحاديثه عليه الصلاة والسلام. وكأن النبي يريد أن يخاطب كل من ينكر نبوته ويقول له: إنكم بحساباتكم اليوم تحذرون من هذه الظاهرة، تحذرون من ظاهرة الأمطار الحامضية التي ستفتك بالنبات وبالحيوان وبالإنسان.
وتؤكدون أن المطر سيتلوث بشكل كبير وأن الأرض من الممكن ألا تنبت، وتؤكدون إمكانية حدوث ذلك في المستقبل. فعندما تستمعون إلى هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض، فهذا دليل على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.